هي لعبة الدولار والجنيه دي هتنتهي على ايه؟ وهل فعلا مفيش مفر من التعويم الرابع؟ طب ايه السر؟ مش المفروض الحكومة اعلنت عن خطة للطروحات الحكومية وعن طريقها هيدخل لنا دولارات جديدة؟ ولا اصلا تخفيض الجنيه شرط اساسي لتنفيذ الطروحات؟ وهل احنا في انتظار هبوط حاد للجنيه ولا هيعدي علينا بسلام؟ اسئلة كتير جدا تبان تقيلة وتحير، لكن اوعى تفتكر انها بس للمتخصصين، لان الاجابة عليها بتحدد قيمة الجنيه اللي في جيبك وسعر الرز والزيت اللي انت بتشتريه. علشان كده خليك معانا في الفيديو ده علشان تعرف الدنيا رايحة على فين. انا مريم مجدي ويلا بينا نعرف. في الايام اللي فاتت الكلام عن مستقبل الجنيه قدام الدولار ملوش اول من اخر، توقعات من بنوك عالمية وتحليلات لخبراء ومؤسسات مصرية، والشاهد في وسط كل ده ان يوم ورا التاني احتمالات هبوط قيمة الجنيه عمالة بتزيد. وهنا بقى يجي الخلاف، هل المصريين في انتظار تعويم جديد بمعنى الكلمة ولا مجرد تحريك بسيط؟ بنوك عالمية زي HSBC وكريدي سويس وسوسيتي جنرال شايفين ان الدولار بيتحرك في المساحة ما بين 32 ل 35 جنيه على المدى القصير، واحتمال نشوف الهبوط ده في شهر مارس. لكن اختلف معاهم محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية واللي كان متفائل شوية، علشان كده توقع حدوث تحريك بسيط في سعر الدولار، وفي الأول وفي الآخر القرار يرجع للبنك المركزي. وهنا طبيعي تسأل نفسك ليه الجنيه تراجع أمام الدولار؟ بص يا سيدي، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قال إن التوقع ده تعليقاً على الأخبار المنتشرة في الوكالات العالمية بأن الاستثمارات الأجنبية مش هتيجي مصر إلا بعد توضيح العلاقة بين الجنيه والدولار، وده سبب الاختلاف في طريقة تقييم الجنيه في برنامج الطروحات الحكومية. وببساطة كده الحكومة وهي الطرف البائع في الصفقة شايفة ان سعر الدولار مقابل الجنيه حاليا سعر عادل، بس في المقابل المستثمر اللي هيشتري شايف العكس، ويمكن تحريك سعر صرف الدولار لثلاث مرات في سنة واحدة يعني من 15 جنيه و70 قرش لأكتر من 30 جنيه خلى البعض مستني انخفاض أكتر في قيمة الجنيه، خصوصا مع استمرار نقص العملات الأجنبية. وطبعا ده هيخلي مصر وتحديدا الجنيه تحت ضغوط مستمرة. وده ياخدنا لآخر سؤال، طب ليه المستثمرين مصرين قوي كده على تخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة؟ لأنه لو دخل اشترى حصة الحكومة في الشركة على أساس ان الدولار ب 31 جنيه مثلا وبعدها بقى ب 32 جنيه هيخسر جزء كبير من فلوسه. الصفقة اللي كلفته 10 دولار مثلا كان ممكن تكلفه 8 دولار بس. ولو لاحظتوا تحركات سعر الصرف خلال الأيام اللي فاتت هتلاقوا ان الجنيه في صعود شبه مستمر لكن تدريجي، فهل تتوقعوا اننا هنفضل نتحرك بنفس الطريقة ولا هنتفاجئ مرة واحدة بهبوط حاد في قيمة الجنيه زي ما حصل قبل كده؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات وقولوا لنا توقعاتكم لسعر الدولار هيوصل لكام.